الجهاد والكفاح بحبنا لطلعة الصباح نصيبنا النجاح نصيبنا النجاح. عندما نتحدث عن حفل تخرج نحن نتحدث عن لحظة فارقة من في عمر الزمن، عن لحظة يراد للشاب العراقي عندما يستعيدها أن يستعيدها وقد رفع رأسه، أن يستعيدها وتكون موضع فخر له ولعائلته الآن، وتكون مما تستعاد فيفتخر بها. سنة 2011 تبنت العتبة العباسية المقدسة هذا المشروع لاحتضان الطلبة من طلبة الجامعات بجميع المسميات. نحن نشاهد في الإعلام والتواصل الاجتماعي ظهور بعض حفلات التخرج التي تقام هنا وهناك، وهذه قطعا هي ثقافة دخيلة يعني على بلدنا وعلى عراقة بلدنا العراق، واستشعارا من هذا الخطر الذي بدأ يزحف يعني سنة بعد أخرى، ارتأت العتبة العباسية المقدسة أن يكون لها دور لمواجهة ومجابهة هذا المد. علمنا سلاح نصيبنا النجاة. لسنا في العتبة العباسية ممن يملأ الفضاء نقدا، وإنما نقدم بديلا، نطرح نموذجا يقتدى به كي يكون ملاذا آمنا لمن لا يعجبه النموذج السائد في ظل هذه التيارات التي تريد أن تنهش بقيمنا، تنهش بمبادئنا، تنهش بديننا. انطلقت الفكرة لعمل حفل مركزي يشمل جميع الجامعات العراقية، وها نحن اليوم على السنة الثانية على التوالي يقام الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية. السنة الأولى كان 29 جامعة، الآن نتحدث على أكثر من 40 جامعة مشاركة وأكثر من يعني 2750 طالب مشارك من الشمال إلى الجنوب بجميع المسميات وجميع الطوائف وجميع القوميات. بالجد والجهاد والكفاح اعتدنا في تشكيلات العتبة العباسية المقدسة أن تشكل لجان مع كل فعالية، هذه اللجان دؤوبة في عملها، ولاحظتم أن السيد الأمين أشاد بالجهود المبذولة ووسم الجالسين بالإخلاص والتفاني وروح الفريق. أكثر من 3 أشهر العمل على هذا الحفل، مثل ما تعرفون أكثر من 22 قسم مشارك في هذا الفعالية. هنالك 4 مراحل لو صح التعبير. المرحلة الأولى هي مرحلة المخاطبة والترشيح للجامعات، تم هنالك عمل مخاطبة رسمية لكل الجامعات العراقية، تم جمع وعمل داتا لهؤلاء الطلبة ومعرفة الموارد اللي موجودة في العتبة العباسية المقدسة قياسا بالأعداد اللي موجودة، وتم هيئة كل الأمور، كل أقسام العتبة، كل بحسب تخصصه وموقعه يسهم في رسم الصورة الجميلة إن شاء الله اللي راح تظهر لنا بشكل جلي إن شاء الله يوم الجمعة، بحيث يكون له دور في هذه الحكاية الجميلة، حكاية حفل تخرج طلبة الجامعات. وللتفاني قصة عنوانها أصيل، قد صاغها وخطها بكفه الكفيل، وهكذا سرى بنا العميل إلى مقام رفعة جديد، لنبلغ الضراع ويكتب الفلاح نصيبنا النجاة. هذه هي رؤية العتبة العباسية المقدسة، أن تقدم هذا النموذج الذي يفتخر به الطالب وذووه وأيضا بنوه في المستقبل، لأن هذه اللحظة ستعيش مع الطالب وسيحملها أبناؤه وستكون منسجمة مع قيم الحرم الجامعي. يفصلنا عن الحفل 48 ساعة وأن موعدنا الجمعة إن شاء الله. ما ستظهره الشاشات وعدساتكم هو يوم الحفل يوم الجمعة، أعتقد هو خير دليل على ما بذل من جهود. حقيقة حكاية جميلة جدا ستكون إن شاء الله في يوم الجمعة. هكذا سرى بنا العميل.
العراق لا يبنيه إلا أهله، وأنتم أبناء بررة لهذا البلد، وإن شاء الله تعالى يبنى العراق بكل مجالاته الهندسية والطبية والاقتصادية والإدارية بهذه الكفاءات التي أنتم أتعبتم أنفسكم في سبيل أن تصلوا إلى ما وصلتم عليه. وهذا التكريم اليوم أيضا سيكون أمانة ترجعوه إلى البلد وخدمة البلد، وإن شاء الله تعالى الآمال معقودة عليكم.